ذات شموسي وعلى صوف الأنيسي عبد الرحمن العفيفي. هذا قصيدته يا متعنا حكمة ذوي يا بحرص إلى فهم الفهمت ما شو رأيك يا حكمة ذوي وحير حبيب الله محمد إن من الشعر لحكمة وإن من البيان لسحر. بيان كان هذا علوم أبسي حال در ومعنها ومركي دادك الله في الشوفة هم الآن تودا معنها سحر وكلا وهبهب أكمل ذوي وقران كان معنها فصح حديث يبلغ ديس إعجاز كيس دادك اللغوذ كسو دقا فهم وعي الشعر كان وفي حكمت باك مدى شعر هذا أفكو ذاك الحكمة ومثلاً حكمة أن هذا الشعر كاه مثلا ضف القرآن كله هو واحد من الأشراء مثل في ما وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة لولي لولي النبي حكمة القرآن كان معاند كل أشياء ويا سماهن والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق وإليه اللي مصدق لها بنيدي مالك حكمة ده سير هاي وحلا يؤتي الحكمة تميسا حكمة ده كورة بوسية ضخلا موسية ومن يؤتى الحكمة حكمة ده كي يلسي فقد أوتي خيرا كثيرا خير بظن بظن بل سيو إلهي حكمة ده خلينا هذا هو شيء ضمان مركان شرعي بابا ما تلي بابا نبا إلى لغاتيه أو القرآن كمو سوى شيء ديني هذا كبا القرآن كفسر هيا يا بسم الله نبا نبا إستاري سوى نبا نلوما صدره نبا فراي ورهوي صح القرآن بكم هو الرغم يا يا مركان هذا كبعدي محاضراتك محاضراتك أما مثل حين نحق لنا أما القرآن كل إنسان قبلنا نعم ووري هولو منك خشوا خير الله سينك ما تقول اسم عليهم سلام آمين آمين قرآن كل رصاص وحي وحي سؤال وحي شيء وحي سؤال إيش نعم يوحي ويد يستبن ها إلا قرآنك وكلامك إلهي صح إلهي يوحي لي ولا يحيطون من علمه إلا بما شاء علمك إلهي ما يككوبه ينبوله إلا بما شاء وحضونا معه نعم هي مرك حدد وحان ولي ما تي يقول شكل لفه هي إنا فصيره حد واحد وحي إله وحوا قط ولا مرك نيك مرك إله وحي فصيري يعني كتاب سورة وحي من سنين اسمع مرك ما تذكرام
تفسيرك ترك هنو تجكت نعم صدق حس عرف إنه ما إلهي كعلم لي هنا متعلقة متعلقة طبقتك هذا هو لما أقول شيء نعم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.